معنا على الهواء مباشرة سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة. سعادتك السلام عليك، مساك الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. براسي قوي النور والسرور. ايش حالك سعادتك؟ حياك الله طويل. الله يسلمك. الله يبارك فيك ويحفظك. كثير من الأخوة يقولون نحن مؤمنين بأن الدراجات النارية هذه اللي هي توصل الطلبات ضرورة ملحة أصبحت، ويمكن صعب جدا نستغني عنها، ويمكن أجواء كورونا وكوفيد والجلسة في البيت أصبحت كذلك في حاجة إلى هذه الخدمات التوصيلية. ولكن أبو أحمد، تصرفات العدد الغالب من قائدي هذه الدراجات النارية صراحة يخيفك في الطريق، لدرجة أنك أصبحت إذا بتجاوز ولا بتلف تتأكد 50,000 مرة ما يكون تحت باطك دراجة ولا حذارك دراجة، لأن إذا لفيت عليها ودعمتها بتطيح في إشكالية ما بعدها إشكالية. فأعتقد أن تأتيكم كثير من هذه الشكاوى والملاحظات على هذه النقطة تحديدا. سعادتك بارك الله فيك أبراهي، جزاكم الله خير. صوت مستمع الجمهور الكريم أبراهي. هذا النشاط حقيقة الأمر طلع بشكل مفاجئ مكثف في بداية العام 2020 اللي هو مع أزمة كوفيد 19. كانت بعض المطاعم الشهيرة عندها توصيل، يعني بعض المطاعم الشهيرة وكان بقل عديد، لكن بعد الأزمة هذه طلع هذا النشاط بشكل مكثف للعيان، يعني ما وفعلا ما كان مرتب له، خلنا نكون بواقعية. وكانت حقيقة الأمر شركات متناثرة وشركات غير ملتزمة، وكانت في إشكالية كثيرة طبعا تبار ربع المستوى. لكن رحت أبشرك، يعني أهم ما في الموضوع الآن في وصلت تعليمات سامية في عملية دراسة هذا المشروع هذا النشاط، وهذا ما كنا نحتاجه الحمد لله رب العالمين. فمن اليوم احنا قاعدين نشتغل وبجهنا نسير الفرق الحي نجهز كل البيانات الخاصة بهذا النشاط بحيث نطلع بمشروع يليق باسم الإمارة واعتماد إن شاء الله أعلى مستوى في الإمارة، بحيث احنا نقلل فرص خطورة هذا النوع من النشاط. ممتاز. وهذا ممتاز. اللي حقيقة الأمر اللي بغيت يعني أبشر كل الناس الحمد لله رب العالمين، وهذا اللي احنا اللي كنا نتمناه من زمان، والحمد لله اليوم حصلنا هذا التوجيه، وهذا بحيث ان احنا نعمل وفق منهجية واضحة، وقد تطلع هناك شركة وطنية محلية بحيث ان تتولى هذا الموضوع، لان ولي الأمر الحمد لله يراعي كل المسائل الخاصة بأبنائه في سلامتهم. وهذا هو يعني مقصد الحديث براهد ومختصر الحديث إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير، بشرك الله بالخير أبو أحمد. نعم نعم براهد، حق الأمر هذه يعني مشارة مفرحة، وإحنا بدينا الآن وكلفنا الفرق من ندرس كل البيانات وكل الإحصائيات اللي موجودة، لأن عندنا قاعدة بيانات خاصة بهذا النشاط، وفعلا في مخالفات وفي حوادث مروريه مختلفه في حق الامر، حتى بنفسهم عقد لما يتعرضون لمخاطر قد تكون مقصوده وغير مقصوده في بعض الاحيان، حتى موضوع التامين. صحيح. فنحن مدركين كافه سلوكياتهم وحاطين كل المخاطر الموجوده باذن الله تعالى بتكافه كافه المؤسسات، لان هذا نشاط تجاري اقتصادي، وبالتالي لابد ان نتشارك معنا بعض الجهات المعنيه في ترخيص اللي هي مثلا التنميه الاقتصاديه وغيرها، حتى في وسائل التواصل اللي هي خاصه وسيله التواصل مع هذه الشركات والطلبات. وباذن الله تعالى باذن الله تعالى نطلع بمشروع يعني يراعي كل هذه الامور، ونضع الاولويه هي سلامه الناس والطريق باذن الله تعالى، وهذا هو المفرح في الموضوع براشد. مع 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 الوضع في عين الاعتبار سعادتك بان خدمات التوصيل ما بتتاثر. يفترض نعم ان شاء الله ما تتاثر، لكن لابد تقنن ولابد نحن نوضع بعض، لان براشد بعض الانشطه قائمه على يعني كل ما تقدم انت كل عندك نقلات كثيره زياده مردودك المالي اكثر، وهذا حق الامر يجعلهم حق الامر يعني يسارعون في الطريق غير موالين يعني بسلامتهم بالدرجه الاولى او سلامه الاخرين. صحيح 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 بالفعل. والله جزاك الله خير سعادتك، بشرتنا بشاره طيبه، ويعلم الله الرسائل اللي قدامي كلهم يقولون جزاك الله خير على هذه البشاره الطيبه، لان بالفعل يخافون، اصبحوا يخافون من الطريق بسبب وجود العدد الهائل من التصرفات غير المسؤوله من قبل قائدي هذه الدراجات الناريه. هذا واقع ابو راشد لابد احنا نعترف فيه، وان شاء الله من خلال دعم الحاكم الله يحفظه في هذا التوجه ان شاء الله باذن الله تعالى نطلع بتصور يعني يختم هذه العمليه، ولكن يحقق في كافه مستويات السلامه لكافه مسافري الطريق وحتى سائقين ان شاء الله تعالى. جزاك الله خير، جزاك الله خير، مشكور سعادتك على هذه الافاده الطيبه، بارك الله فيك. الله يطولك بعمرك، مشكور جزيل الشكر لسعاده اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطه الشارقه.